أيها اللبنانيون، نلتقي اليوم بعد أن بات مؤكداً لنا كما لغالبية اللبنانيين أن لبنان اليوم كسفينة تغرق لا ربان لها ولا دفع. يمر وطننا اليوم بأصعب أيامه في التاريخ المعاصر، فالشعب اللبناني الذي لم ينجو بعد من تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت عليه في السنوات الأخيرة أدخل منذ سنة في أتون حرب جديدة ارتفعت وتيرتها تدريجياً وبلغت منذ شهر تقريباً ذروتها مع اشتداد العنف والدمار والنزوح، وهي اليوم مستمرة تقضي على البشر والحجر، ما سبب ضرباً لمقومات كل اللبنانيين الذين تضررت أرزاقهم وتعطلت مرة أخرى حياتهم اليومية والوطنية وأحلامهم، ودخلوا في نفق جديد من المعاناة والألم. في ظل ما يعانيه اللبنانيون اليوم من قتل وتهجير ودمار، وبعد مراعاة الظروف الإنسانية في الفترة السابقة، لابد اليوم من وقفة وطنية لإيقاف مآسي اللبنانيين وقلب الظروف التراكمية التي أدت إليها. فالشعب اللبناني بكامل طوائفه وأطيافه يستحق أن يعيش الحياة الكريمة والآمنة من دون أن يبقى هاجس الحروب والدمار مسلطاً عليه. إن أكثر ما يؤلمنا في الوقت الحاضر وجود أكثر من 1,000,000 لبناني مهجر في أرضه من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، عائلات فقدت أحباء لها وأرغمت على ترك بيوتها وأرزاقها، وباتت تفترش الشوارع البعيدة أو المباني الموحشة، وأطفال تشتاق لدفء سريرها وملعب مدرستها وفرح طفولتها. في ظل هذا الوضع المأساوي يثابر البعض للأسف على طروحاته السابقة الممجوجة وكأن شيئا لم يكن، ما يتطلب مقاربة تقدم الحلول المستدامة والجذرية، فتراكم أنصاف الحلول لم يؤدي سوى إلى ما أدى إليه في الوقت الحاضر. ما بقت أيام أنصاف حلول. لقد أثبتت التجارب عبر التاريخ أن لا استقرار من دون بناء دولة تجمع كل مواطنيها بعدالة ومساواة ومشاركة، ومؤسسات تحمي حقوقهم جميعاً من دون تفريق أو تمييز. في هذه المرحلة بالتحديد لابد من استعادة هذه الدولة بعد تفكك الكيان وانهيار الهيكل على رؤوس الجميع، واستمرار حروب مدمرة بسبب الهيمنة والسلاح والفساد وسيطرة قوى خارجية على قرار الحرب والسلم في لبنان، بالأحرى على قرار الحرب، وتدخلها المباشر المرفوض عبر إدارة مباشرة للأعمال العسكرية استخدمت جزءاً من الشعب اللبناني في حروبها، إما كأدوات قتالية أم كدروع بشرية. أمام كل ما يعيشه الشعب اللبناني من قلق وخوف على المصير في وطن منكوب ودولة غير موجودة، كان لا بد من لقاء وموقف ومبادرة وخارطة طريق نحدد من خلالها، خارطة طريق واضحة استكمالاً لمواقف سابقة لجميع قوى المعارضة، وذلك لوقف النزيف والمعاناة على المستويات كافة. فالحاجة الملحة تستدعي أولاً وبصورة رئيسية وقبل أي شيء آخر التوصل إلى وقف لإطلاق النار، الأمر الذي يضع حداً ولو أولياً للكارثة التي يعيشها شعبنا. نعلم جيداً أن المجتمعين العربي والدولي لم يعد لديهما ثقة بالمجموعة الحاكمة في لبنان، خصوصاً بعد أن تخلت الدولة لسنوات وسنوات عن قرارها الأمني والاستراتيجي
لصالح مجموعات وتنظيمات خارج الدولة، لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة اليوم التي تتربص بالسلطة وتتمسك بها من دون أن تحرك ساكناً لإنقاذ لبنان من محنته، لا ثقة للمجتمع الدولي والعربي بالمنظومة الحاكمة بعد المحاولات المتكررة لمساعدة لبنان من خلال مبادرات عديدة وقرارات دولية وعربية لم تؤدي إلى أي نتيجة. لم تحقق المنظومة الحاكمة إلا المزيد من الفشل حتى تحول لبنان إلى دولة فاشلة. وما الحرب الضروس، الدائرة المدمرة على أرضه والانهيارات على أنواعها التي عاشها شعبنا في السنوات التي مضت، إلا دلائل ساطعة على لا مبالاة الطبقة الحاكمة وفسادها وأقله عدم كفاءتها. وبين معاناة الحرب وغياب قدرات المنظومة الحاكمة على إيقافها، لابد من خارطة طريق واضحة شفافة لوقف الانهيار الكارثي الحالي والخروج منه. إن أول خطوة في خارطة الطريق هذه هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. فبغياب مبادرات دولية جدية لم يبق لنا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يطبق الدستور ويحترم القوانين المرعية الإجراء، رئيس ذو مصداقية يتعهد مسبقاً وبشكل واضح وجلي بتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرارات 1559، 1680 و 1701. وفقاً لجميع مندرجاتها، كما لبنود اتفاق الطائف ذات الصلة. رئيس يتعهد بشكل واضح وصريح أن القرار الاستراتيجي لن يكون بعد اليوم إلا للدولة وللدولة وحدها. رئيس يتعهد بإعطاء الجيش اللبناني كل الصلاحيات اللازمة لعدم ترك أي سلاح أو تنظيمات أمنية خارج الدولة. رئيس خارج كل الممارسات السياسية الفاشلة التي عرفناها، ومشهود له بنظافة الكف والاستقامة والأخلاق العالية والوطنية، على أن يتبع انتخاب الرئيس فوراً استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة على الأسس السيادية عينها المنوهة أعلاه. هذا كله لا يعني أبداً أن فريقاً سيكون غالباً وآخر مغلوباً، لبل سيكون كل اللبنانيين غالبين، وسيكون لبنان هو الرابح والمنتصر لمصلحة كل شعبه وأمنه واستقراره وازدهاره. لا وجود للبنان من دون وجود لدولة فيه، ولا وجود للدولة من دون مؤسسات دستورية فعلية. في الختام، إن السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان والتي تظهر اليوم بأكثر تجلياتها بشاعة تحتم علينا عدم الانتظار في أي حال من الأحوال حتى تهجير آخر لبناني أو قتله، عد عن أننا إذا انتظرنا لا نعرف نحن بانتظار من ونحن بانتظار ماذا. إن التاريخ لن يرحمنا جميعا إن تراخينا أو تغاضينا أو تراجعنا، وقد قدم لنا أمثلات عديدة كان فيها التراخي أمام الباطل قاتلا، واللعب بمنطق الدولة عبثا، والتراجع عن معركة بناء الدولة خسارة عامة يتكبدها اللبنانيون جميعا. إننا نحن المجتمعون اليوم نعاهد الشعب اللبناني بأننا سنخوض المعارك السياسية السلمية الديمقراطية الدبلوماسية التي توصله إلى بر الأمان، والتي تثبت حقه بدولة قادرة سيدة محايدة عن سياسات المحاور منسجمة مع محيطها العربي
تستعيد دور لبنان وطن الإشعاع لا وطن الساحات المفتوحة، وطن التعددية كمصدر للغنى والازدهار لا وطن الأحادية المنتجة للفقر والتقهقر والحروب والتهجير والاندثار. عاش لبنان.